اما حاجه غريبه. عارفه بالصدفه كنت ماشي من هنا وبعدين امال فين نهاد ونجوى؟ الاثنين عندهم تدريب في الملعب. زغلول وحسونة. استنى وحياتك خدنا معاك. تلاقوا مش معاهم. ارجع لهم حرام عليك. حرام عليك انت. بقى انا موعود بالاثنين دول بالنهار وشهيره وبهيره بعد الظهر. والغريب انه فيهم شبه من بعض. انت ما بتمشيش غير بحرس. حرس؟ عشان ايه؟ عشان بتخافي. من مين؟ مني انا. انا ما بخافش من حد ابدا. طب عيني في عينك؟ هو بيقول عليا انا؟ لا عليا انا. انت من مواليد برج ايه؟ الاسد. صدفة غريبة. البرج بتاعي. تقابل شخصية عظيمة سيكون لها اثر كبير في حياتك. اسمع كلامه ولا تكن عنيدا. وريني كده. الاخرانية دي من عندي. انا ما بحبش ارقص بالشكل ده. كدابة. عيني في عينك كده. لازم اكون في الفيلا. احسن عمي موتني. عمك. طب تعالي. يا ترى اتاخرتي ليه يا بيزا؟ استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. دي اول مره تعملها. على فكره انا قلبي مش مطمن. ايه ده كريم؟ انا بدهن كريم كراميل. بصراحه يا رجاله يا بنات بيسا بعد ما خرجت من الكليه النهارده الصبح ركبت العربيه مع حمد. اكيد كان معاهم زغلول وحسونه. لا يا اختي زغوا منهم. زغلول وحسونه خدوها موت رجلي لغايه هنا، قصدي لغايه بيتهم. يا حرام. ايه صعبانين عليك قوي. حسونه بالذات طبعا هو اللي صعبان عليه. اشمعنى حسونه؟ انتي هبله ما تفهمي بقى. صحيح يا نهد؟ ليه ما قلتليش من زمان؟ أنا كمان من يوم ما شفتك. من يوم ما شفتك قلت البنت دي وحسونة لايقين على بعض قوي. إيه اللي عندك في أبو إردان ده؟ يسلين. أبو إردان؟ هو شكله أهبل فعلا زي أبو إردان. ابو قردان ابو جلامبو برضه عاجبني. شاطرة يا بنت. على الاقل احسن من سي زغلول بتاعك اللي عامل لي زي العرسه المبلوله يا اختي. عرسه لابسه فستان لابسه بدله. نجوى يعني عايزه تقولي اللي انت وزغلول يعني انا ما بعبروش انما هو بيحبني ومان في دباديبي وبيقولي ان جمالك مسح جمال البنات الكليه باستيكه. ما حصلش. يعني انا كدابه؟ يا بنت انت. طب ده النهارده بالذات قعد يعيط ويقول لي ارحميني، انا لا بشرب ولا باكل ولا بذاكر ولا بنام. يا سلام. حب الكلبش في قلبي زي القراده. انا؟ هو؟ وقع على بوزه، ما عندوش كرامه ابدا. الله، احنا حلاقه ولا ايه؟
اوعدنا يا الله. يلا بينا بقى يا جوجو، احسن الكلام ده بيجيب لي ارتكاري. يلا. بس ناهد هي اللي نسيناها، حسونا مش حاسس بيها خالص. صور يا شهير عمره ما قال لها كلمه حلوه. حجر ما عندوش قلب. جبان حيوان. انت تخلصي خالص. قولي لي يا حبيبتي. انت هتقابلي حسون الساعة كام؟ الساعة 10. يا ريت تخليها 11 عشان عندي محاضرة. ايه؟ حسون ضروري عنده محاضرة. لأن حسون لما هيشوفك هيبقى فرحان قوي، هينطق. يا ريت. هيتكلم، هيتنطط، هيرقص، هيغني. أبوزك يا مغشنا. هلا هوب. قول اتكلم. أنا اتكلم يا حسون. أصل في حاجة حلوة عاوز أقولها لك. قول، إيه هي الحاجة الحلوة دي؟ حلاوة حنية. يا سيد يا بدوي. أنا لا عارف آكل ولا أشرب ولا أنام ولا أذاكر ولا أعمل أي حاجة. تتكلم جد؟ اه والله، وحصلت السنة دي إن شاء الله، وأدي كان رئيس المحاضرات ما اتفتحتش أهي. ومن إيه ده؟ أيوة يا عم، طبعًا يا سيد. ما قلتليش من إيه ده؟ منك أنتِ. جمالك مسح بنات الجامعة بأستيكة. والأستيكة أهي. حبك كلبش في قلبي زي ال القرادة. أيوة بالظبط، زي القرادة، والقرادة أهي. ده غلول. نعم. يا حلاوة. بسيتني اول مره في حياتي اتباس. ما حد يباسني قبل كده غير امي والنسوان اللي في البلد لما بكون عيان، وده اللي جاب لي العين. مره جايه انت تبوسها بقى. ازاي؟ زي بتوع سيما، زي في سيما كده. خد عليك كده، تقعد خليك واقف بقى، وتروح حاضنها كده. ها، وتروح. ايه غلط؟